هذا الموضوع. اوان هذا الاوان الان لوقف العدوان وتامين احتياجات الناس والحفاظ على بقاء الناس وتثبيت الناس في وطنهم والعمل واعاده العالم للتركيز على موضوع الاحتلال وانه الاحتلال هو سبب كل الازمه. النقطه اللي حضرتك بتقولها دي بالظبط هي اللي كنت عايز اسالك عنها، وهي بخصوص رد الفعل الدولي او العالمي زي ما حضرتك بتتكلم. واضح على المستوى العام على المستوى الإعلامي بأنه في تغيير في المزاج العام، في مظاهرات بتخرج في معظم إن ما كانش كل العواصم يعني في لحظة من اللحظات ضد الاعتداء الإسرائيلي المستمر. برضو هنا السؤال لحضرتك كسلطة وطنية فلسطينية، ما الذي يجب عمله لاستثمار ذلك سياسيا؟ أنا عايز أقول لحضرتك أنه النهاردة أنا كنت لسه حاول الخبر بس لولا أنهم قالوا لي يعني هنتأخر على حضرتك. النهاردة في يعني ليست ليلة سعيدة على مستوى الرأي العام الأمريكي بالنسبة للإسرائيليين. النهاردة واحدة من أهم المؤسسات لاستطلاع الرأي إبسوس ورويترز أو رويترز وإبسوس قالت أنه 68 في تحول في الرأي العام الأمريكي، 68% من الأمريكيين يرغبون في إيقاف لإطلاق النار وإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة الآن. إزاي يتم يعني استثمار هذا التغيير في الرأي العام الدولي؟ نحن بالفعل هذا ما نعمل عليه. يجب ألا نستهين بتأثير الرأي العام على مراكز صنع القرار في الغرب، ولدينا أمثلة في التاريخ تشهد بذلك. على الأقل مثال واحد قريب هو سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. هذا النظام العنصري سقط عندما تحول الرأي العام في أمريكا وفي أوروبا ضد نظام الفصل العنصري، فأثر هذا على مراكز صنع القرار وعلى الدول العميقة في هذه الدول. نعم. فسقط نظام الفصل العنصري ببساطة. الاحتلال الإسرائيلي سيسقط بهذه الطريقة، أو هذه على الأقل حتى أكون يعني متواضعا، هذه إحدى الطرق التي يجب أن نعمل عليها من أجل إسقاط الاحتلال ومن أجل إنهاء الاحتلال. العمل على الرأي العام يجب أن لا نستهين بذلك. هذا تحول مهم، يجب أن نواصل العمل، وهذا بالفعل ما نقوم به فعلا. نحن كمنظمة التحرير، كقيادة فلسطينية، كمؤسسات فلسطينية عاملة سواء رسمية أو شعبية، وهذا ما نريد من أشقائنا العرب وإخواننا المسلمين وأصدقائنا في العالم أن يساعدونا عليه، لأن مراكمة هذه الخطوات الصغيرة حتى وإن بدت صغيرة، مراكمتها خطوة إثر خطوة ستؤدي إلى زخم كبير سيقود في نهاية المطاف إلى ما ذكرته حضرتك، التحول في المزاج العالمي الذي سيؤدي إلى تحول في مراكز صنع القرار. نعم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمود هباش مستشار الرئيس الفلسطيني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. عايز أقول لحضراتكم بس أنه